الأعزاء طالبات والطلاب الذين يبحثون في بهذه العروض الجميلة. بصراحة لا يمكن للمرء أن يقول كثيرا أمام هذا الجمال وهذا الإبداع. يرى بناتنا وأبنائنا يستطيعون أن يقدموا مثل هذه العروض. أنا كاتب مسرح وشاركت في أكثر معمل مسرحي ككاتب، وقفت متأملا أمام هذا الإبداع الكبير الذي قدمته الفرق المسرحية الجامعية، سواء على صعيد تقول الحركة وصعيد أداء الممثلين الممثلات والممثلين، أو على صعيد الإخراج والصور المتكامل عمل المسرح بجانب النصوص اللي برضه هناك بجانب التدريب إنتاجها. هذه أعمال أنا أظن الناس تكون نواة لمشاريع مسرحية كبيرة، بمعنى الناس أن هؤلاء الصبايا والشباب سيكون لهم دور كبير في الحركة المسرحية دكتور مفيد في المستقبل. وهذا هو الفكرة الأساسية من وراء المسرح الجامعي، لأننا نريد لهذا المسرح أن يكون المعين والنبع الأساس الذي تخرج منه الأجيال القادمة وترفد حسابات المسالة في فلسطين. المسالة في فلسطين التي كانت عامرة قبل أكثر 150 سنة، قبل أن يأتي الغزو ويسرق البلاد، كانت فلسطين أرضا للمسرح بشكل كبير، وكانت كل الفرق المسرحية في الوقت في العالم العربي تحديدا في مصر لا يكتمل نجاحها دون أن تؤدي عروضها سواء في مسالح القدس أو يافا أو حيفا أو المدن المختلفة. نريد لهذا المسرح الفلسطيني أن يستمر، نريد لهذا العطاء الفلسطيني أن يستمر. لذلك كما قال الصديق سامر، قمنا في وزارة الثقافة باستملاك هذا المكان من أجل المحافظة على القصبة، وجود مسرح القصبة ووجود هذه خلينا نقول الدكتور مفيد المنارة الثقافية الكبيرة المسمى القصبة التي حافظتم عليها كما قلت من 87 حتى اللحظة دون انقطاع. نريد هذا التواصل أن يستمر، كما نريد أيضا لجميع النشاطات الأخرى المرتبطة بقصبة سامر خاصة الحواضن الثقافية اللي بنتمنى أن نكون في فلسطين رواد في ذلك، بمعنى أن نستمر في هذا العطاء في خلق هذه الحواضن التي تطور مواهب الشباب الشابات والشبان وترفدهم بالتدريب وبالأدوات الفنية وبالمعارف الفنية المختلفة من أجل أن يواصلوا عملهم، وأن يعني أن تكون هذه الحواضن هي كيما نقول الستارت أبس البدايات من أجل اقتصاد ثقافي حقيقي. وهو ما نريده نحن في وزارة الثقافة من استراتيجية الوزارة الجديدة أن تكون الثقافة جزءا ومكونا أساسيا من الاقتصاد. عشان هيك سامر وزارة الثقافة بشأن إدارة عامة جديدة اسمها الصناعات الثقافية، وهذه الصناعات عم تأخذ حيز واسع من عمل الوزارة لأنها أيضا هي جزء أساس من صناعة الثقافة في العالم كله. مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الشهر القادم في مكسيكو سيتي ومخصص لمناقشة دور الصناعات الثقافية كمكون أساسي من الثقافة. مرة أخرى أريد أن أشكر مسرح المسرح على هذا الجهد الكبير. الجهد إن شاء الله العام القادم نكون في نفس الوقت، ويكون لنا جمعات أكثر ومشاركات أكثر، ويكون الطالبات والطلاب أيضا جزء من فرق القصبة أو فرق مسرح برية. هذا المسرح العظيم في مدينة جميلة سوف تسمعون على الشعارات والمسارح الفلسطينية المختلفة. شكرا لكم.